السلام عليكم أعزائنا متابعين صفحة عالم الفقاسات في العراق، تحية طيبة لكم جميعا. اليوم الجمعة 26 نيسان 2019، بدأ عندنا يفقس بيض دجاج الزينة من نوع البراهما باستخدام الفقاسة التركية من ماركة جيموكا. هذه الفقاسة هي عمودية سعة 120 بيضة. نشوف الرطوبة والحرارة اللازمة للتفقيس. هذه الحرارة تم تحقيقها بدون استخدام مبخرة، باستخدام أحواض الماء فقط. الرطوبة مستقرة الحمد لله، وبدأ يفقس قبل ساعات عندنا الدجاج، وإن شاء الله يستمر بالتفقيس لغاية باكر يكمل تفقيس إن شاء الله. خلينا نشوف بداية التفقيس. عندنا سلة واحدة فقط بدأت تفقس، هذه السلة. هاي الصيصان بلاك موتلت، باقي هاي النقرات راح يطلعن خلال الساعات الجاية. هذه الوجبة بعد يومين ان شاء الله تطلع. شوف، خليت احواض ماء عدد 2 حققت الرطوبة اللازمة للتفقيس، ابدا ما استخدم اني عندي مبخرة. هذه وجبة بعدها ان شاء الله فد اسبوع تطلع. فاذا الرطوبة اللازمة للتفقيس ممكن ان تحصلها باستخدام الماء فقط باحواض. هاي الرطوبة راح تكون كلش مستقرة وتحقق لك أعلى نسبة تفقيس. طبعا فقاسات شيموكا التركية تلقوها إن شاء الله في العراق من خلال مكتبنا، مكتب عالم الفقاسات، الفرع الرئيسي بغداد ساحة الخلاني مقابل كاتب العدل، وأيضا في فرعنا في أربيل شارع 100 متري في تقاطع ألبان. شكرا جزيلا.